الذي أمده بالرزق وهو في رحم أمه ولم ينسه لحظة من اللحظات. إذا علم المؤمن هذا فعليه أن يعتقد اعتقادا جازما راسخا بأن قضية الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعيني رغيف أسوقه إليك كل حين. لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. إن لم ترضى بما قسمت لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، لا ينالك منها إلا ما كتبته لك ولا أبالي. Likey.